مشاهدين الكرام لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل باحدث الاخبار الوطنية والدولية حطت بعثة فريق شباب الوزداد الجزائري صباح اليوم الخميس الرحال بمطار محمد الخامس تأهبا لمواجهة الوداد الرياضية برسم اياب دور ربع نهائي لدوري ابطال افريقيا أخص الوداد بعثة الفريق الجزائري باستقبال حار في المطار، حيث تم استقبالهم بالورود من قبل مسؤولي النادي الأحمر، كما خصص مسؤولو نادي الوداد الرياضي حافلة الفريق لنقل بعثة شباب الوزداد إلى مقر الإقامة. حيث ستكون تحت تصرفهم طيلة فترة إقامتهم في المغرب وسيخوض فريق شباب الوزداد حصتين تدريبيتين بمدينة دار البيضاء استعدادا لمواجهة ممثل الكرة الوطنية ويستقبل فريق الوداد ضيفه الجزائري بعد غد السبت على أرضية ملعب محمد الخامس انطلاقا من الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المغربي نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء